أهلا وسهلا بكم لنتابع سلسلة دروسنا مع بيئة المكتب KDE. سأقدم لكم في هذا الدرس أول جزء من سلسلة دروس تشخيص الواجهة، حيث سنتعرف على الإمكانيات المتاحة لتشخيص سطح المكتب. في آخر هذا الدرس ستكون لكم المعرفة الكافية للحصول على سطح مكتب مشابه للذي استعملت في الدروس السابقة والذي سنصل له في آخر هذا الدرس. لكن قبل البدء أشير إلى أن أغلب التوزيعات المعتمدة على KDE تأتي بسطح مكتب مشابه نوعا ما لهذا السطح. المكتب يكون مكون مما نسميه في بيئة المكتب KDE بالويدجت، هذه ويدجة، هذه ويدجة، والعارضة السفلى أيضا مكونة من ويدجات. لكن التعامل مع الويدجات سأتطرق له في درس مقبل إن شاء الله بالتفصيل، الآن سأركز على أشياء أخرى. إذن أعد سطح المكتب الذي أستعمل الآن هنا. أول شيء أبدأ به هو الإمكانيات المتاحة لتغيير الخلفية. تضغط يمين، تضغط على إعدادات Default Desktop، يكون هو سطح المكتب الافتراضي أو المبدئي. وهنا في Wallpaper ستجد إمكانية إما اختيار صورة، تختار أحد الصور أو الخلفيات المتاحة ضمن التوزيع التي تستخدم، أو يمكنك إضافة صورة أو خلفية من جهازك، اختيار خلفية تريد من جهازك. دائما في بيئة مكتب KDE يجب الضغط على تطبيق أو تطبيق ليتم تغيير أو تفعيل الخيار الذي قمت بتغييره، عكس واجهة جنوم التي يتم التفعيل فيها تلقائيا. إذن هناك إمكانية جلب صورة من الجهاز، يمكنك أيضا الحصول على خلفية جديدة من الإنترنت، وهنا تختار التصنيف، تختار الترتيب على حسب التاريخ، التقييم، عدد التحميلات، أو تظهر هنا الخلفية المثبتة فقط. لتثبيت خلفية جديدة تضغط على زر ثبت فتنضاف على هذا الشكل. الخلفيات التي تضيفها من جهازك تكون لك إمكانية حذفها أيضا من هذا المجلد لأنها تبقى هنا بالضغط على هذا، على هذه العلامة هنا، علامة الحذف. إذن إضافة إلى إمكانية اختيار صورة، لديك أيضا إمكانية اختيار لون، لديك إمكانية اختيار wallpaper clock، يعني خلفية على شكل ساعة، هي تظهر على سطح المكتب مجموعة من الخلفيات تكون على شكل ساعة، لن أتطرق لها بالتفصيل هنا. وهناك إمكانية أخرى تسمى بعرض شرائح، حيث هنا ستختار ملف أو مجموعة من الملفات أو المجلدات فيها صور تختارها ليتم تغيير الخلفية على حسب الخلفية الموجودة في ذاك المجلد بصفة مدورية، أي أن الخلفية تتغير. إذن هنا لديك عرض شرائح، هنا تزيل هذا الخيار وتفعل هذا الخيار، هنا خيار اختيار مجلد خاص، وهنا تضيف أضيف مجلد وتختار مجلد فيه صور ليتم اختيارها كخلفيات لسطح المكتب. بعد ذلك تضغط على تطبيق فيبدأ النظام. الآن سيتم تغيير الخلفيات بصفة تلقائية على حسب الخلفيات المتواجدة في ذاك المجلد. هذا بالنسبة للخلفيات. يمكنك أيضا تغيير سطح أو نوعية سطح المكتب، وهو ما استعملها أنا بكثرة، لذلك تضغط تعود لنفس الخيار. لاحظ هنا أنك حين تفعل خيار الشريط أو التغيير التلقائي للخلفيات تنضاف لك هنا إمكانية صورة الخلفية التالية، أي المرور للصورة التالية أو الدخول لصورة الخلفية. إذن أعود لإعدادات سطح المكتب، وهنا أقوم بتصغير الوجه لأنه يقع دائما هذا المشكل تصبح كبيرة. إذن أقوم أولا بتغيير الرجوع لشكل صورة، أترك هذه الخلفية. وهنا في Layout تختار سطح مكتب، ابحث وشغل Search and Run، فتضغط على طبق فتحصل على هذا الشكل، سطح مكتب مكون من هنا أيقونات تمكنك من الدخول مباشرة لما يسمى بالإعداد أو البرامج أو التطبيقات المفضلة. لديك قائمة خانة للبحث، خانة للرجوع حين تدخل لأحد التطبيقات هنا، وهنا لديك فئات التطبيقات يمكنك الدخول إليها، مثلا وسائط
متعددة لدخول برامج الصوتيات والمرئيات، وهنا تختار أي برنامج يمكنك الدخول له مباشرة بالضغط عليه من هذه القائمة. تستطيع الرجوع، يمكنك الدخول لبرامج المكتب. إذا هذه الفئات تطوير، هذه الفئات يمكنك الدخول لها على هذا الشكل. حين تدخل لفئة معينة، مثلا فئة الوسائط المتعددة، يمكنك أن تضيف برنامج من هذه البرامج أو هذه التطبيقات لقائمة البرامج المفضلة عن طريق التأشيرة، عفوا التأشير عليها، فتظهر لك هذه العلامة أو النجمة، تضغط عليها فيتم إضافة التطبيق لقائمة البرامج المفضلة. الآن سيبقى هذا التطبيق دائما ضمن هذه اللائحة، لحذفه تؤشر عليه وتضغط على هذه العلامة. هناك إمكانيات لتشخيص هذه القائمة، لذلك نضغط يمين. الآن سندخل على تشخيص Search and Launch، تشخيص مكتب ابحث وشغل، وهنا لدينا القائمة الرئيسية. منها كما تلاحظون يمكن التحكم في هذه القائمة التي تظهر هنا. أنا يمكن إخفاء بعض العناصر وإظهار عناصر أخرى. مثلا الآن قمت بإخفاء العلامات والمراسلون لأني لا أستعملها بكثرة. يمكنك أن تخفي ما تريد وتظهر ما تريد من هذه الفئات من القائمة الرئيسية. إضافة وحذف التطبيقات من القائمة المفضلة شرحتها قبل قليل. يمكنك دائما أيضا البحث عن برنامج ما في قائمة البحث، حيث تظهر لك هذه النتيجة، وعن طريق الرجوع تعود للقائمة الرئيسية الدائمة. إذن أعتقد هذا كل ما كنت أريد الإشارة إليه في هذا الدرس. بالنسبة للأيقونات، هي ليست الأيقونات الافتراضية التي أستعملها الآن، لكن هذا درس من ناحية جمالية بيئة المكتب كي سأتعرض له في دروس قادمة إن شاء الله بالتفصيل. الآن في هذا الدرس كان الأهم هو التعرف على إمكانية تغيير الخلفيات. هنا أشير إلى أنه في النسخة القادمة عفوا في النسخة القادمة من بيئة المكتب KDE النسخة 14، هناك إمكانيات أخرى بالنسبة للخلفيات، خصوصا ما يسمى بالخلفيات المتحركة، حيث يمكنك أن تختار خلفية تتغير تلقائيا، ليس كما رأينا قبل قليل من خلفية إلى خلفية، ولكن خلفية واحدة يتغير شكلها تلقائيا ضمن خيار الخلفيات المتحركة في النسخة 14. إذا تعرضنا لتغيير الخلفيات، التحكم في نوعية سطح المكتب على حسب التوزيع التي تستخدم، ستجد أنواع مختلفة من سطح المكتب، ليس فقط ديفولت ديسكتوب، سطح المكتب الافتراضي وابحث وشغل، هناك أنواع أخرى، لكن هذا أفضل نوع مكتب أستعمل وأجده أكثر فعالية. تعرضنا لكيفية تشخيص هذا المكتب، أي مكتب ابحث وشغل. أشير أخيرا إلى أن هذا الدرس أو سلسلة بيئة المكتب KDE جزء من دورة لينكس الطريق لموارد النوافذ. يمكنكم مشاهدة الدورة كاملة من المجمع من طريق منظمة تشغيل دورة لينكس، هنا ستجدون روابط مباشرة لجميع الدروس، أو على قناة المجمع الإعلامية في اليوتيوب ستجدون أيضا الدروس المصورة. إذا بهذا أنهي هذا الدرس، وأتمنى أن ألقاكم قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.